كلمة وعد حين تسمعها وواعد كما هي هنا في بعض القراءات وعد موسى وعد، وهنا قراءة حفص وعد. يجب أن نعرف أن مادة الوعد تأتي لإخبار من وعد من وعد بشيء، هذا الشيء إن كان خيرا قيل وعد وعدتك بخير، وإن كان شرا يقول أوعد، إن كان شر يقول أوعد. فإذا سمعت وعد فاعلم أن ما يجيء بعدها خير، وإذا سمعت أوعد فاعلم أن ما يجيء بعدها شر. لكن بعض العلماء استدرك على القاعدة بقوله سبحانه وتعالى النار وعدها الله الذين كفروا، وهل وعد الكفار بالنار يعتبر خيرا؟ إذن فوعد كما تأتي للخير تأتي للشر، واستدركوا بهذه الآية، ولكن أوعد لا تأتي إلا في الشر. نقول لهم يا قوم نفقه معا، جزاكم الله عما وصلتم إليه من الفهم، أنتم جعلتم في الآية النار موعود بها والكفار موعودين، والخطأ جاء من هذه الناحية. فإن كانت النار موعود بها تبقى شر صحيح، وكيف جاءت وعد في الشر؟ ما هو الكفار موعودين بإيه؟ بالنار وهي شر، تبقى وعد ما تجيش هنا. ولذلك قلتم لا ده تيجي في الخير وتيجي في الشر عشان هذه الايه الآية. نقول لهم فيه أنتم فهمتم أن النار موعود بها، أن النار موعود بها والكفار هم الايه الموعودين. نقول له ولماذا لا تقول إن النار هي الموعودة والكفار هم الموعود بهم؟ ولا شك أن وعد النار بأن الكفار سيدخلونها شيء يفرح النار وشيء يجعل ذلك خيرا للنار، ولذلك ستقول النار بعد ذلك هل امتلأت، فتقول هل من مزيد، وذلك لا يمكن إلا أن يكون ذلك أمرا محبوبا للنار. ولماذا هو أمر محبوب للنار؟ إذن لا تجعلوا الوعد للكافرين بل اجعلوا الوعد للنار بدخول الكافرين فيها. وحين يعد الله النار بدخول الكافرين فيها تفرح النار بذلك بدليل هل من مزيد، ولا يستزيد الإنسان شيء إلا إذا كان فرحا به. طب ولماذا تفرح النار؟